والله هذه الحادثة بيّنت كذلك وعي فئة كبيرة من الشعب الجزائري. الحمد لله الذي يدخل ويقرأ تعليقات تقريبا حتى ما نقول ما نبالغش 100% لكن 99% كلهم وقفوا مع الطالبة وأنكروا على هذه الأستاذة على ما فعلته وبدر منها. المهم ولكن حادثة خطيرة يعني لا يمكن لنا أن نمر عليها مرور الكرام. أولا لازم هذا الصنف من الناس ما زال كاين في الجزائر. نعم نعم يوجد هكذا هذا الصنف من الناس ما زال كاين في الجزائر من أبناء فرنسا. نعم. قولوها هذوما ناس لا يحبون هي ما بهاش طالبة بها الشيء المظهر الخارجي للطالبة ومظهر الطالبة الخارجي اللي هو الجلباب والنقاب هو يمثل الإسلام هذاك لباس إسلامي. نعم. فهي تأثرت من ذلك ومثل هذا الصنف من الناس وإن لم يكن بكثرة أو كان بكثرة الله أعلم لكن ما زال يوجد في مجتمعنا. نحن نقول لهم أن المجتمع الجزائري بفضل الله شئتم أم أبيتم هو مجتمع مسلم. نعم. مسلم مجتمع مسلم بكل أطيافه بالعربي الأمازيغ بكل أطياف كلنا مسلمون بفضل الله بكل عراقه بكل من يعيش في هذا الوطن. وأما النقاب نقول لنا نرجع نوجه رسالة هذه الأستاذة نقولها النقاب هذاك والحجاب والجلباب والحجاب الشرعي كل هذا هو لباس العفة والحياة هذا لباس أمر به رب الأرض والسماء هذا لباس كانت تلبسه أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فهو عنوان على الحياة عنوان على الكرامة عنوان على العزة عنوان على الدين سميه ما شئت بس جي أستاذة تردنا وتقولنا ما راكوش الخليج لا هذا اللباس ليس عنوان على الخليج بلك هما يلبسوه أكثر منا لكن هذا لباس إسلامي لباس إسلامي لباس نساء وبنات رسول الله عليه الصلاة والسلام فنقول لهم مثل هذا الصنف من الناس الذين يحاربون مثل هذا اللباس كذا الجامعة الجزائرية حرة هذا ونحن بلد مسلم ودستور هذا البلد مسلم مع ما مع كل شوكان نحن مسلمون وسندافع عن قضايا الإسلام والمسلمين والحمد لله وهذا الدين له رب يحميه هي جرأت على هذا الجلباب والحجاب فالله عز وجل المجتمع الجزائري كله عبكوش وصلوني تعليقات والله غير ربي لي يعلم وصلوني رسائل يقولوا لي شيخ علاش ما تكلمش على هذه الأستاذة ما كانش واحد بعت لي رسالة قال علاش ما تكلمش على الطالبة ما كانش ولا رسالة أنا يقول لك بالعشرات باش تعرف لي هذا المجتمع الجزائري مجتمع مسلم